شو هذا الفيديو هذا دابا شي 11 الليل بحال هكاك ولا معت العشرة وجا عندي الدراري ياسر كاملين كتعرفوه المهم طالع عليه الدم صراحه بزاف ومهم كيف كي وكذا اي واحد الدراري يقولوا له دارو محيد ضروري الكلب فمش راهي المهم ما غي عرف زعما صراحه كيفاش يرايا فهمتش المهم جا عندي قال لي ضروري زعما خصني نحيد الكلب لا قدرت شي تلقى لي شي واحد زعما اللي يتهلا فيه زعما ديما ماشي واحد الفتره زعما ويردوا ولا شي حاجه زعما بوغ توجور اودي الدراري عرفتي شي مرات فهمتي شي حاجه بحال هكا كيوقعون فهمتي ما عندكم الدير شكيت اخي والله شو حتى انا وقع لي نفس البلان مع عري ورا الدراري كاملين فهمتي اللي كيتفرجوا من شحال هادي راه شافوني بكيش على ريو لا انا لا خويا كذا كلشي بحد الان مازال كيسول على ريو وكذا وتا اوسكار دابا ونتمنوا شي واحد ياخذ الضرب زعما يتهلا فيه اوسكار اجي 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 صات عرفتي شنو اخي بلحظه اخي بلحظه غادي تشوف هي من خونا غيهز الكلب وغيجر حيتهم غادي به فهمتي قسما بالله الا ديك اللحظه ترى ماشي غادي تبكي غتبكي بحال ما عمرك فهمتي شتي شوف اخي صرخوك داركم فيت بكيتي كنتي احسن صرخه شي حاجه فهمتي وبكيتي ماشي بحال ديك البكي اللي غتبكي اصلا ما يمكنش قسما بالله الدراري المهم شو كملوا الفيديو حتى الاخر حيت غنوريكم بعدا اول حاجه الدريساج ديالو واش كيعرف يدير علاش الدري بغى يحيدو اول حاجه وعاد في الاخر نقول لكم الدراري زعما البناء شي واحد اللي يكون بصراحه زعما نقول لهم اخويا اللي غياخذ زعما كيكون يتهلا فيه يكون واحد كبير بعقل زعما ما غنعطيش شي واحد دري صغير بروج ولا الدراري حيت اي واحد عنده شي كلب ومن غادي يبغى يعطيه خاصو يعطيه شي واحد فهمتي اللي غادي يتهلا فيه المهم راه في الاخر الفيديو غنشرح لكم الدراري اللي باغي يصيفط ميساج ولا شي حاجه زعما باغي ادوبتيه فين الدراري يصيفط لينا وفين زعما غيتواصل مع الدري شحال نقولوا لهم يوصل الدراري الخي الفيديو من لايك لايك 500000 لايك 500000 الدراري غير خمسه كبارك و500 كومونتير المهم الفيديو اللي قبل الدراري وصلتو ل 200 وهاد الفيديو الدري ضروري خصو يوصل 500 لايك كتب اي حاجه لابرادور زوين توينز انيس شي لعيبه بغيتو الدري يوصل الفيديو ل 500 كومونتير و 5 لايك المهم عرفتي مع الظلام وكذا نتوما كما كتشوفوا جينا تحت من هذيك باش نصور لكم خي ياسر شحال المهم هاد الدراري ها هو لابرادور اوسكار نتوما الدري سميتو اوسكار تبارك الله المهم هو البلان هو ان هاد لابرادور كيكبر بزاف كيولي ماشي من حتى كيكبر كي زعما كيغلط فهمتي كيولي تبارك الله وازن المهم خي ياسر شحال عنده فلاش عنده 10 شهور 10 شهور تبارك الله الدراري شو قداش كيدير كيبر كيدير من اول قد دوبل وخا باغا هي تعضو هانتوما الدراري كتبوا لي في الكومنتات الدراري كي جاب هانتوما الدراري تبارك الله المهم الخوت كيشبهوا المهم لابرادور راه من الفصيلات النيت ديال الجولدن ريتريفر هذاك المهم اللي كيقولوا له الجولدن هانتوما نويض اش كيتسمى هذا اللون هذا حيت كاين فيهم بزاف د الالوان صافي الدراري المهم كما شفتوا اوسكار عنده 10 شهور واللون ديالو الدراري صابلي وشحال كاين من لون كاين فيهم الدراري الشوكولا وشحال قولهم لنا اخي كاين صابلي وكاين الشوكولا صابلي والشوكولا وكاين نوار والنوار شكون اللي غالي فيهم الصابلي الصابلي الشوكولا واقيلا حيت انا كنشوف جروبات الشوكولا مطلوب بزاف ولكن الدراري هاد الصابلي هذا هو اللي موجود زعما مشهور فهمتي حيت كيكون نفس اللون ديال الجولدن ريتريفر اللي فهمتي بوالون بحال تقولوا لابرادور بوالون الدراري واحد القضيه ضروري شوف ورينا شنو كيعرف يدير في الدراساج حيت الدراري كاين اللي دري صغير وش حاجه غيخليوه دارهم زعما يربيه وغيبغيو يعرفوا الكلب واش كيسمع الهضره ولا ما كيسمعش والصراحه هذا اصلا من الاسباب اللي باغي نحيدو هو انه فهمتي راسو قاص بزاف ماشي عذب اصلا معروف على هاد لاغاس فهمتي ماشي بحال مالينوا ولا بيرجا ولا شي حاجه راسو مقاص بزاف شي عذب ما كيعرف يدير والو حتى حاجه لا حتى حاجه ما كيعرف يدير والو راسو قاص ناري 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 تخيل الصاد باش تقول لي غاجلس ما يجلسش اوسكار كيعرف سميتو بعدا شويه هذيك ضروري هذيك ضروري اوسكار اوسكار شوال اوسكار وا اوسكار خويا صراحه عشان مطنق الدراري ما نقولش عليه زعما غير الحاجات الخايبين ولا النيجاتيف شوف الدراري هاد لاغاس هادي شوف هو ظريف مع الدراري الصغار الناس ما تقربش ليهم تقرب حتى حاجه معروفين عليهم الدراري هما صراحه راسهم قاصح ولكن فهمتي كيكون فريندلي زعما مع بنادم بيس ما يدوي مع حد ما يبغي يعد شي واحد دايز لا حتى حاجه ومع المشاش حاجه ضروري شنو ما تيتباعش المشاش ما كيتباعش المشاش والو هذه حاجه زوينه نتلقاو نمشي بها كدا ما تيتباعش المشاش هذه حاجه زوينه
اول حاجه سمحوا لي بزاف فهمتي اللي كنصور لكم هذا الفيديو هذا في الظلام، ولكن فهمتي هذا الشيء جرى الفيديو زعما معول عليه ما والو، جا عندي الدري بحال هكاك قال لي زعما خاصني نعطي الكلب الدار زعما صافي ما بقاوش مخليني نخليه وكذا وكذا وكذا، فمشي ما معول انا لا هو. وثاني حاجه فهمتي ما لقيناش شي وقيته، هو كيقرا وانا كنقرا زعما الوقيته الوحيده هي دابا ما نخرج مع السته وطرا طاحت الظلام. المهم شوف اش عاود لهم زعما الاسباب اللي خلاه غادي تعطيه فهمتي، باش بنادم زعما الا كانوا عنده نفس المشاكل ديالك زعما يعرف راسو واش يقد عليه ولا ما يقد. سير اخويا قول لهم السبب الاول الدراري ما فهمتش اون جينيرال من الاخر راسو قاصح ما كيسمعش قاصح واخا تعيا ما عرفتش انا دابا ودير ليه ما يسمعش ديك الهضره هذه الحاجه الاولى. لا اصلي لا كلشي لا اجل هنا لا حتى حاجه تسميته ما كيبغيش يتكلم الرابير. الثانيه الدراري يا انا تنقرا دابا تنقرا من 8 ل 6 كلشي حتى الدراري راه زعما راه كلشي كيقرا من 8 ل 6 وعندي مراجعه عاد مراجعه بلا ما يقدر يبدا يخرج تلقاش الوقت اولا فين نخرجوا اللي بزوان الدراري شي كثروا شي بقى بزوان فوق بزوان فوق بزوان عشان الدراري صداع الراس والدار شي بقاو يسمعوا الدراري شو واحد القضيه تشد لي لي بزوان وكذا فهمتي خاصك ضروري زعما يكون عندك الوقت، الا ما كانش عندك الوقت راه داكشي كيبقى يتجمع وكذا وهادي وهادي فهمتي. الا انت زعما داركم ما هضروش راه الجيران غيبداو يتشكاو فهمتي. انت يعني هاد اللعيبه ديال الجيران الصوت حتى هي النبيح وهادي حتى الجيران الدراري بداو يتشكاو. قول لهم هو بعدا اش كيدير في النبيح بحال بعدا كل صلاه بعدا كيبقى يعوقو هادي راه كاينه في كاع الذكوره الدراري وما عرفتش ما فهمتش زعما علاش فهمتي. الذكوره كيكبروا كل مؤذن كذا كيبداو ينبحوا الدراري. المهم كما قال لكم كينبح مع الاذان فهمتي كيبدا يعوق حتى الفجر والفوق يفيق مالين الدار والجيران ولا بعدا خصك تقول لهم الصاد فهمتي كيفاش زعما ها هو نبح مع الفجر كي غدير انت باش تسكت ويا هذاك الصاد وتيهبطوا الجيران تيبقاو يدقوا عليك خوت هو فهمتي بحال دابا كنت ساكن في ابارتمون ولا شي حاجه والكلب دايرو في السطح راه ما يمكنش زعما تبقى تطلع مع الفجر طلع شال عند الكلب باش تسكتوا حيت كينبح. المهم الدراري خلاص تلقاو من الاخر انا الا غنعطي الكلب غنعطيه شي واحد الدراري اللي ساكن فهمتي ما ساكنش في ابارت باش ماشي في الاخر حتى نعطيه شي جرده ولا شي حاجه. اصلا الكلب الدراري كبير بزاف راه هو جابو صغير ودابا كيبقى يجر وكذا وما كيسمعش هو الهضره يعني الدراري ما غنعطيهش لاي واحد باش فهمتي ماشي حتى نعطيه ليه وينوضوا لي مشاكل في الدار ويصدق مرجعوا لي ويقول لي نوضوا لي مشاكل مع الدار راك اخويا حيت صراحه الواحد راه فهمتي كيبغي كيشوف الكلب كيعجبو كذا ودي ودي اي واحد راه زعما باغي يربي كلب ما كرهش يربي كلب فهمتي. ولكن ملي كتولي عنده ديك المسؤوليه فهمتي فايق يهبطي وكلو كيكون قاري تخيل انت قاري من 8 ل 6 وعندك مراجعه مثلا ليسي ولا كوليج ولا شي حاجه وخصك تهبط في الليل تعطيه الماكله تجمع عليه داك الشيء ديالو. وثاني حاجه الدراري تسيق فهمتي وتسد عليه ينعس فهمتي. المهم الدراري واحد القضيه يعني الكلب الدراري ما غنعطيش شي دراري صغير الا باش فهمتي نهضر مع دارهم ضروري فهمتي دارهم يكونوا زعما سايقين الخبار ماشي غيجي شي دري صغير وياخذوا ودارهم يقولوا ليه الاول. المهم شو انا هادشي غنتكلف به فهمتي راه من غيجي صيفط لي شي واحد ميساج باش فهمتي انت تعرف فهمتي انا كنقولها لك ولهم شي واحد يصيفط لي ميساج ولا شي حاجه راه زعما من غنجاوبو راه نقول زعما واش عنده لي سباس كذا هادي 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 فهمتي شحال عنده من عام الا كان زعما صغير راه فهمتي ضروري خص دارهم زعما اللي يهضروا معايا فهمتي حيت ماشي الدري زعما يبقى عنده واحد السيمانه ولا جوج من دارهم زعما يشوفوه ما قادش يربي الكلب ويتهلا فيه وكذا فهمتي يردوه عاوتاني فهمتي يولي الكلب ماشي يولي مكرفس وصافي فهمتي كل واحد كل مره عند واحد وكذا وكيكثروا عليه بنادم فهمتي. هانتوما الدراري بحال دابا ولا قام تشبتها مرزنه كذا مدريسيه كتسمع الهضره هو الهاد شو 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 الكلب خلوي 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 هاد الكلب الدراري هانتوما كيما شفتو حنا مازالين فيه غادي ما عليه ما به دابا هو جرجب الله دابا خويا اللي كان شادو كون دابا كان هو كون جرو طيحو ولا شي حاجه خطرة تبارك الله راه كيجرو بزاف فهمتي راه صحاح هاد لابرادور وهاد البرونا الصاد تيطرا دايما فين ما تيدوز هاد خونا بالضبط تيبقى ينبح كينبح واش تدوز شي كروه دابا خونا خونا انت هو كيعرفو دابا عارف دير هاد الكلب هاد الاوسكار هذا بس ترى حتى تلقى شحال كنعاودو فيها على ضدك وما كنتحركو على هاد البوله هادي كيولي يبان داكشي في شكل. المهم الخوت سمعتو البلانات كاملين المشاكل اللي في الكلب وكذا كنت يا الدري بالك راك تقدر تهلا في الكلب وتربيه. المهم نخليكم الدري انستغرام ديال الدري صيفطوا ليه ميساج. المهم الخوت المهم ولا ما جاوبكمش ولا شي حاجه صيفطوا ليا ميساج انا. المهم نسولكم على واش عندك البلاصه فهمتي شحال عندك من عام ضروري نعرف الدري واش
دري صغير ولا كبير وفهمش ولا كم صغير راه خص دارهم اللي يهضروا معايا فهمش. و نتمنوا الدراري شي واحد زعما اللي يتهلا فيه صراحه حاجه. وسكار بسلامه. شوفوا خي ما كرهتش فهمتي الا كان الدري يدوي معاك ولا شي حاجه وغتعطيه لشي واحد فهمتي نجي نصور وكذا فهمتي ضروري ان شاء الله. وسكار نتمنى نعاود نشوف قبل ما يديك شي واحد صافي. لبط لبط سلم عليا سلم سلم عليا سلم عليا. راس القاسح. بسم الله. بسكوت باي بيس.